بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع سلسلة تعلم برنامج مايكروسوفت وورد، إن شاء الله في الدرس هذا اللي هو الدرس الخامس غادي نحاول نشوفوا كيفاش نديروا إدراج ديال الجدول، لانسيرسيون دي طابلو. غادي نحاول نمشيو ندخلوا البرنامج ديالنا، نحاول نفتحوا مستند جديد. دونك كيف ما شفتوني عطانا صفحه جديده. دونك الى بغينا نديرو ادراج ديال الجدول، كنمشيو لمنع انسيرسيون. هنا كاينه كما لاحظتوا، هنا كاينه طابلو كنكليكيو عليها. دونك هنايا هنا عندك جوج ديال لي ميثود، سواء كتحدد لي نتايا شحال بغيتي فيه من لين، مثلا ناخذ سبعه ديال لي لين مع اربعه ديال لي كولون ولا خمسه ديال لي كولون، اولا نديرو تراجع كنزيرو الانسيرسيون كنزيرو الطابلو. هنا كنديرو انسيري ان طابلو، هنا كيعطينا هاد لا فناتر هادي. هنا كيقول لك حدد ليا شحال بغيتي من الكولون وشحال بغيتي من لين. ديرو مثلا سبعة ديال الكولون خمسة ديال لي لين. يعني فوالا، يعني كيما شفتو يعني مايكروسوفت وورد هنا درج لينا جدول فيه سبعة ديال لي كولون على خمسة ديال لي لين. دونك هذا هو، هذه هي لا كولون وهذه هي لا لين، يعني لا لين كتكون افقي ولا كولون عمودي. كتشوفوا هنايا هاد الاداه هادي، يعني كتقول لك يعني دير بلاصي بالطابلو ديالك فين ما بغيتي. مثلا دونك حنا غادي نحاولوا نخدموا على هاد الطابلو هذا ونشوفوا كيفاش ندخلوا ليه النص، كيفاش نتعاملوا معاه. دونك اول حاجه غادي نشوفو، يعني حنا بغينا نكتبو مثلا باللغه العربيه. دونك كنجيو ديما هنايا في اليمين، غادي كنمشي لمني اكي، كاين هنايا هي يعني. كنحاول نكتبو النصوص ديالنا باغ اكزومبل، نكتبو مثلا نيم اذا كملنا الكتابه ديال النص ديالنا. لاحظتوا هاد النصوص هادي يعني كتبان لك يعني ماشي سونطري، دونك غنديرو ليها سونطري. نحاول نديرو فيها بعض التعديلات، ندير فيها كغا مثلا سونطري، نزيدو في لاطي ديالها مثلا. هنا مثلا نديرو مثلا اي حاجه، المهم على حسب سميتو النص اللي غتكتبو نتوما. يعني حنا كنحاولو نعرفو غير الطريقة كيفاش ندرجو النص وكيفاش نديرو ليه الغومبليساج ديالو، نعمروه باب. دونك هاد الأداة هادي كتحاول كتزيد في لاطاي سوا ديال لاكولون سوا ديال لالين، دونك تمشي أغوش ولا أدغوات، دونك على حسب الشكل ديالكم نتومايا. دونك بغينا هاد الجدول ديالنا مثلا نحاول نبدعو فيه شويه، نزيدو فيه نبدلو ليه لو ستيل ديالو. دونك هنايا كنمشيو لمني كرياسيون، لاحظوا بان وورد كيعطينا بزاف ديال النماذج هنايا. كنشوفو مثلا النموذج اللي بغينا حنايا، هنايا مثلا هذا اختارو هذا. فوالا كتشوفو النموذج مثلا ولا مزيان. دونك بغيتي ما عجبكش هاد اللون ديال هاد اليوم هذا مثلا، كنجيو لهنا تخام دو فون كنحاول نبدلو ليه لا كولور ديالو. هاد هنايا كتبدل لا كولور، يعني عندك بزاف عندك الحريه الاختيار تاعك في سميتو في تصميم الجدول ديالك.
بغينا نزيدو في هاد لاكولون، كنزيدو فيها كنحاول نشدو هاد الخط هذا وكنهبطو لتحت مثلا. ولكن كتشوفوا بان مثلا يعني ولا واحد الفراغ كبير هنايا، كيفاش نعدو هاد المسألة هادي؟ كنحاول نسيليكسيونيو هاد لاين هادي، كنجيو لميزون باج، كنجيو لهاد الأداة هادي سونتخي، وكيتسونطرا معنا النص ديالنا. اوكي هادو بغيتي تسونطريهم كذلك، كتجي كدير اكوي سونطري. دونك عندكم بزاف الادوات هنا يعني، سيرتو دابا حنا وصلنا للدرس الخامس، يعني تكون عندكم ديجا فكره كيفاش تتعاملوا مع النصوص، كيفاش تعدلوا فيهم، كيفاش تخرجوا في احسن تصميم. دونك فوالا كان هذا هو الدرس ديال اليوم، يعني شفنا كيفاش ندرجوا الجدول، كيفاش نتعاملوا مع النص داخل الجدول، كيفاش نلونوا، كيفاش نخرجوا في احسن تصميم. دونك الى هنا كيكون الدرس ديال اليوم انتهى، موعدنا ان شاء الله في فيديو جديد. دونك الى كنتو من الناس الشدود حاولوا تشتركوا معنا، والناس اللي مشاركين يحاولوا يديروا لنا واحد لايك ويبارطاجيو باش يوصل هذا الفيديو لعدد كبير من المشاهدين، نتعاون الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.